رغم اني خبرته اني رح اجي، ليش مانو موجود؟ بيكون علقان بعجقة سير. عجقة سير لكان. انا رح اعمل لك قهوة. ما في داعي. اسمع فكرت، بعد اخر احداث صارت عقل معلمك مخربط ومانو على بعضه، صح اجا لهون، بس دير بالك ممكن يصير مشكلة بأي لحظة بهاي المنطقة، لهيك ما بدي اياك تشيل عيونك عنه بال 24 ساعة، عم تسمع؟ عم حاول اعمل اللي بيطلع بإيدي فؤاد بيك، ما عم مقصر. أنا هذا الحكي ما بفوت لمخي فكرات، إذا ابني براق بصير معه أي شيء، أنا اللي رح أموتك. إجا المعلم. افتح. أهلا وسهلا، نورت. جاي بكير شوي، ما هيك؟ يمكن أنت اللي متأخر. أنا بصراحة ما توقعت أنه لقائك لزلمتك الجديد يكون قصير كل هالقد فؤاد بيك. لو عرفان كنت إجيت بكير. زلمتي الجديد على الأقل ما عم يقلل من احترامه مثل ما حضرتك عم تعمل يا ولد. لما رحت لعنده كان جاهز وناطرني على الطريق، بس لما اجيت لعندك كنت مانك هون. اجيت لهون لأنك أبي يعني؟ ولا لأنك كنت معلمي السابق؟ إذا جاي لعندي كأب بالوقت اللي تقلع فيه ابنك، ما سمعت إنه طلع صوتك بالمرة، فاحترامي لإلك على هذا الأساس. وإذا اجيت لعندي كمعلمي السابق بالشغل، اشكر ربك اني ما نطرتك على الباب. لسانك متحسن كتير، برافو. رح اشرح لك هلأ بطريقتي. عملت المستحيل لانقذ لك حياتك، وكوني ابوك استحملت تصرفاتك وتحملت انك تهز مركزي اللي ضليت سنين عم حارب لحتى اوصل له، ورجعت اجيت. في شي تاني بقدر اعمل لك اياه يا سيد براق؟ دمعوا عيوني. تضحية ما بتتصدق والله. ما عم اقدر اظهر لك مشاعري كتير لانه بهالايام شفت كل واحد على حقيقته. بابا، زلمتك الجديد فتح لي عيوني. ولك عم تقلي زلمتي الجديد وزلمتي الجديد وتسمعني حكي، بس انا قبل ما اجي لهون مشان اضمن حياتك انجبرت اقعد مع علي ونزلت قيمتي لعنده بس كرمال اني احميك، عم تفهم هالشي؟ اضطريت امدح فيه رغم انه ما بيستاهل الكلام اللي عم ينحكى عنه. الرجال اللي لازم اوصه انا عم صافحه، لا وكل يوم قال زلمتي الجديد. إذا هالشغلات مو كرمالك لكان كرمال مين عم ساويها؟ لا تعملها. ما أعملها. لا تعملها. لا تعمل شي مشاني بابا. أنا بدبر أموري، وأنت وشركائك ومعكن زلمتكن الجديد رح ورجيكن كتير منيح شو بيقدر يساوي براق أرسوي فؤاد بيك. إن شاء الله. إن شاء الله. في شي بدي اياه اكثر من الكل، بس انت مصر ما تستوعب انا ما عندي شي يسعدني بهاي الحياه اكثر من انه اشوفك اكبر رجال بهالعالم يا ولد. ما في شي غير هيك، بس انا ما في اترك لك ميراث غير ثروتي، بس المجلس ما له علاقه بالثروه تبعي. انت لازم تخرمش وتحصل عليه بجهودك وتعبك. المشاكل اللي صارت بآخر فترة
أنا بعرف إنه أنت وراها وما استسلمت وعم تلعب ألاعيبك، بس مو بهذا الأسلوب. أنت لازم تقدر وضع أبوك شوي. فكر باللي عم أعمله وساويه مشانك. شوف مطالبي، على القليل فكر فيها. لكان زلمتي الجديد؟ زلمتي الجديد. بدك تشرب قهوة؟ عم تتعافى أسرع مما توقعت. بدك كم يوم وبترجع لحياتك الطبيعية. دخيلك لا تخبري أهلي بهالشي، لأنه شكلي تعودت على الدلال وحابب ريح لي شي أسبوعين. اتفقنا. وضعه كتير منيح، بس بظن من الأفضل يريح كمان شوي، ما هيك مجد؟ هي صح. عن جد هالمشفى حلو كتير، عجبني. والحي عنا كان بحاجة لهيك شي. الفضل كله بيرجع لرقية خانو. لولا وقفتها جنبي ما كنت بتجرأ أفتح هيك مكان أبدا. أنا وعيلتي دائما جنبك بنتي. شكرا إلك. أنا لازم أطلع، فريد حيوصلكم. طيب، ونحن أصلا بدنا نروح مع أمينة نتسوق. خالدة روحي معهم، وإذا لزمكن شي خبروني. طيب. لما رجل أعمال كبير مثل حضرتك يطلب إنه يشتغل معي، هالشي بيعطيني الشرف والفخر. بتشكرك، بس نحنا ما قدرنا نحكي كتير بالتفاصيل. يعني عندي تجربة بمجال الإنشاءات، هي ما تقلق منها، بس يا ريت لو تعطيني كمان شوية معلومات عن الشغل. الشغل اللي بدنا نشتغل فيه معك ماله بمجال الإنشاءات. دخلت بمجال جديد؟ إن شاء الله ألف مبروك. لا، أصلاً نحن شغالين بمجالنا. لو تعطيني شوية تفاصيل. شوف أخي حاتم، حيطلع لك 10 أضعاف المبلغ اللي عم تطالعه هلأ مقابل شغلة بسيطة منك. أنا متأكد إنك قد وقدود. يا ريت تفهمني أكثر حسون بيك. بدي منك تبيض المصريات اللي بكسبها من أموري الغير رسمية بهالبساطة، وحصتك رح تكون 3%. حسون بيك، بظن إنك فهمتني غلط، لأنه أنا ما بشتغل بالعادة تبييض الأموال. يعني أنا ما بعرف شو بدي ساوي، ولهيك. كيف يعني؟ أنت مو سهر علي رضا ألتاي ولا أنا مخربط؟ وشو علاقة علي رضا؟ كيف شو علاقته؟ علي رضا ألتاي هو اللي بيحل وبيربط بين الأغوات، ولما اسمه بينسمع الكل بيوقف على حيله. وكونك سهره فيك تستغل هالقصة لمصلحتك طبعاً إذا بدك. ليش حتى ما تستغل اسمه؟ شو بيمنعك؟ اسمع، هالشغلة بتضل بيناتنا وما حدا رح يدرى فيها. سألت عنك كتير ومسموعياتك بتبيض الوش. اسمع مني ووافق، ما بتكون غير رضيان.